وحول آخر التطورات في غزة ينضم معنا أيضا الأستاذ الدكتور حسن المومني عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حياك الله في نشرة الثالثة. يعني دكتور، نبدأ من حيث القمة العربية المقررة عقدها يوم غد في الأردن، هل يعطي هذا حجم أهمية الزعماء المشاركين فيها فسحة أمل لوضع خطوة أولى على طريق خفض التصعيد ثم إنهاء القتال في غزة؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. مما لا شك فيه القمة التي سوف تعقد غدا تعبر حقيقة عن مدى الزخم الذي اكتسبته الحركات الدبلوماسية والتحركات الدبلوماسية الجارية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. كلنا إذا بنتذكر في بداية انفجار تفجر الأزمة كان الحراك الدبلوماسي خاصة المتحدث فيه الدولي والموقف الغربي بالذات كان على استحياء إلى حد ما فيما يتعلق في الجانب في مسألة القضية الفلسطينية، وكان جله بسياق دعم إسرائيل. أما وأنه خلال الفترة الماضية الأطراف الإقليمية العربية وبالذات هنا عند الحديث عن الأردن، الدول التي لها ارتباط مباشر حقيقة في القضية الفلسطينية سواء كانت الأردن، مصر، دول الخليج، العراق دخل على الخط بهذا الأمر، وفي هنالك قوى إقليمية، هذه كلها حقيقة إلى حد ما خلقت زخم دبلوماسي. هذا الزخم الدبلوماسي سوف يتوج غدا في قمة ليست بالسهلة، إلى الآن نتحدث عن الرئيس الأمريكي، وأيضا القمة غدا تعبر عن اشتباك أمريكي في القضية الفلسطينية، خاصة الإدارة هذه غير معهود، يعني منذ قدوم إدارة بايدن حاولت الإدارة الأمريكية الاشتباك في سياق محدد، لكن الآن نتحدث عن اشتباك الدبلوماسية الأمريكية، وزير خارجية، وزير الدفاع كله، والآن بايدن الرئيس الأمريكي بهذا الجانب بهذا الاتجاه، الآن بده يجتمع مع الأطراف المعنية مباشرة في القضية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، جلالة الملك عبد الله، والرئيس السيسي بهذا الأمر. وقطعا خلال 10 أيام الماضية وهذا الحراك الدبلوماسي، ولا تنسي أن جلالة الملك يعني عائد من جولة أوروبية في 4 عواصم أيضا لها التأثير بهذا الجانب بهذا الأمر، فلذلك القمة غدا قد تؤسس إلى مجموعة أفكار تغلب المسار السياسي الدبلوماسي بغض النظر عن درجة التصعيد اللي حاصلة في السياق العسكري، لكن قطعا السياق الدبلوماسي بدأ يتسع، قطعا الأطراف عندما تجتمع تتبادل أفكار محددة سواء كان للتعاطي في سياقين، للتعاطي مع الأولويات التي أفرزتها المواجهة، الآن الأولويات والقضايا التي أفرزتها المواجهة في سياقين، سياق العنف المتصاعد والغير مسبوق باتجاه الفلسطينيين في غزة، الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة في هذا الجانب والثمن الإنساني اللي يتم دفعه، وقطعا الحديث عن أفكار متعلقة في وقف إطلاق النار بهذا الجانب بهذا الاتجاه. الآن جلالة الملك أشار مثلا في 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 المؤتمر الصحفي مع الرئيس مع المستشار الألماني شولتز، تحدث بأنه التعاطي في السياق الأمني قطعا يعني لا يكفي بهذا الأمر، يجب أن يكون لك مسار سياسي دبلوماسي هو الغالب بهذا الجانب. لذلك حتى جلالة الملك تحدث بأنه يعني لابد من استغلال ما حصل في هذا الجانب السياسي لفتح آفاق سياسية تؤدي إلى انعاش العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي استمرار المفاوضات. طيب دكتور، هذه الجولات اليوم يعني قبيل عقد القمة ستكون هناك أيضا جلسة لمجلس الأمن، يعني مدى تأثير ما سيصدر من قرارات أو مواقف في على مسار القمة وجهود إنهاء الحرب؟ اليوم نحن اليوم 11 وما زالت ساعة بعد ساعة تزداد أيضا، يعني هنا نتحدث عن صراع عميق وصراع معقد وبديناميكيات مختلفة، صراع معقد من حيث الأطراف، الأطراف هذه مصالحها متضاربة سواء كان إقليميا مع إسرائيل حتى على صعيد الدولة، ذكرت مجلس الأمن، ذكرت الأمم المتحدة، المشكلة الآن في هنالك عدم فاعلية للأمم المتحدة لمجلس الأمن نتيجة الخلافات اللي حاصلة بين أعضائه، بالذات عند الحديث عن روسيا، الصين، وطبيعة الدول الأخرى اللي هي بريطانيا، وبالذات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الجانب. وشفنا كيف البارحة فشل مشروع اللي قدمته روسيا بهذا الأمر في الجلسة السابقة. فبتقدير الشخصي صراع مثل الصراع العربي الإسرائيلي بشق الفلسطيني يتطلب جهود دبلوماسية ماراثونية بهذا الأمر، لذلك في خلال هذا السياق والحوار والتفاوض قد يتم إنجاز
بعض النجاحات الجزئية، وقد يتم حقيقة أن يكون هنالك في إخفاقات. فلذلك بتقدير الشخصي العملية الدبلوماسية الآن قاعد بتم بناها وتدريجيا تكتسب زخم أكثر. يعني اليوم الأول والآن قطعا الآن المسار الدبلوماسي مكثف، في هنالك بعض الأشياء الإيجابية حتى في الموقف الغربي. الأيام الأولى لم يكن هنالك حديث عن مدنيين فلسطينيين، ولا عن حديث عن مأساة، ولا عن أي أمر. الخطاب الأمريكي بدأ يتغير بهذا الجانب، لكن قطعا في السياق الأمني واضح بأن إسرائيل وحلفائها في الغرب ماضون حقيقة في سياق عملية عسكرية باتجاه الفصائل المقاومة الفلسطينية بهذا الأمر. لكن هذا لا يعني أن يكون هنالك، يعني الأمور مش قدرية. طيب لويد أوستن أيضا قال أنه هنا يعني على استعداد بنشر 2000 جندي. يعني هل هناك أيضا يعني خطوات أكثر تصعيدا بقتل قادة حماس وغيرهم؟ على قتل قادة حماس أو المقاومة هدف معلن لإسرائيل، وإسرائيل نشرت مثلا مقتل ست قياديين قيادي. هذا الآن واحد من الأهداف. مش بس هيك، الأهداف الأخرى أنه إنهاء حكم حماس في غزة. هذه الأفكار. بالنسبة للأمريكيين، الموقف الأمريكي منذ اليوم الأول، أمريكا أصدرت تحذيرات عسكرية، أرسلت البوارج والسفن وكل هذه الجوانب باتجاه شغلين: إظهار التأييد لإسرائيل وإلى حد ما لمساعدتها على تمالك نفسها وتحمل هول الأزمة. الأمر الآخر إرسال رسائل إلى أطراف إقليمية في الخوف أنها تدخل على الخط، إيران، حزب الله في سوريا بهذه الجماعات، وهذه الجماعات أيضا بنفس الوقت ترسل رسائل تحذيرية. ويعني كان آخرها خامئني وزير الخارجية الإيراني بهذا المعنى. الآن مسألة مشاركة جنود إسرائيلي أمريكان في هذا الأمر قد يكون في قضايا معينة. لا تنسي أن هنالك الأمريكان يتحدثوا أن هنالك أسرى ورهائن لهم يحملون الجنسية. أضف إلى ذلك، يعني في نقطة الناس تغفلها، إسرائيل منذ مدة أصبحت ضمن ما يسمى في مظلة القيادة الأمريكية المركزية للشرق الأوسط، وآخذين طبيعي ناهيك عن التعاون الاستراتيجي العسكري بالنسبة اللي بين إسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك قد نشهد الآن أكيد في هنالك تعاون استخباراتي. يعني ديفيد أوستن يوم جاء لم يأتي بنزهة، جاء واجتمع مع القيادة الإسرائيلية ودخل في غرفة الحرب وكل هذه الجوانب. حتى أيضا بلينكن البارحة كان أيضا مجتمع مع القيادة. فلذلك التنسيق العسكري هائل بهذا الأمر لأمريكا لإرسال رسائل عديدة من التأييد لإسرائيل منها. ونفس الشيء بايدن صرح بأنه يعني ليس من الحكمة احتلال إعادة احتلال غزة بهذا الأمر، لكن على إسرائيل أنها تجتث حماس. طيب النقطة اليوم كتغيير ديموغرافي، يعني بعد إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضه لأي تهجير للفلسطينيين، يعني هو على ما يبدو استشعر خطورة أي نزوح من غزة. برأيكم هذا يعني المطلوب عربيا لمنح موقف الملك مزيد من الزخم والقوة؟ إذن هناك تغيير ديموغرافي دكتور من جديد للفلسطينيين. للأسف إسرائيل بالذات التيار اليمين المتطرف في ذهنيته دائما مسألة التهجير. وقبل تفجر هاي الأزمة سمعنا كثير من التصريحات العنصرية باتجاه الفلسطينيين، بن غفير وغيره، بكل هذا الجوانب حقيقة. وتاريخيا كانت في كثير من القيادات الإسرائيلية تدعو إلى تعمل ترانسفير، يعني ترحيل بالنسبة للفلسطينيين بهذا الأمر. وإسرائيل للأسف كانت تستغل كل مواجهة عسكرية 48 67 إلى إجبار الناس حقيقة على النزوح وعلى الهجرة. الآن هذا السيناريو أصبح نوع من الخيار بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي أثار مخاوف. وبالمناسبة مسألة التحذير الأردني يعني مستمرة، لم تأتي في سياق فقط هذا التفجير. على العكس من ذلك، قبل أسابيع جلالة الملك في كثير من السياقات في الأمم المتحدة حذر بأن الانفجار قادم. ده محالة، يعني نتيجة طبيعية نتيجة لسياسات اللي متهجيتها من الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لغياب أي أفق في الحل السلمي. بالنسبة للأردن قطعا خط أحمر بهذا الأمر. وأنت تعلمي أن الأردن أكثر الأطراف المتضررة
المتضرر عفوا من استمرار الصراع العربي الإسرائيلي بشقه الفلسطيني، وأن الأردن استقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين ممن هجروا قصرا إلى إلى، فبالتالي الأردن حقيقة بالنسبة له خط أحمر، ولذلك جاء هذا الموقف الأردني. فهناك الموقف المصري أيضا الذي استشعر الخطر، وبالنسبة لموضوع الدفع باتجاه حماس بهذا الأمر، لأنه بالنسبة للأردن الآن إذا ما تفجرت الأمور الخطر الداهم المباشر هو في الضفة الغربية مما لا شك فيه في هذا الأمر. إذا تفجرت الأمور وصار في هنالك نوع من الحرب الإقليمية، قد تستغل إسرائيل في عملية التهجير، لأن في نهاية المطاف إسرائيل تريد أن ترحل المأزق التاريخي المعضلة الاستراتيجية اللي هي بتواجهها كقوة محتلة على دول الجوار بهذا المعنى، بالذات عند الحديث عن الأردن ومصر. لذلك جاء خطاب جلالة الملك بهذا المعنى وأنه خط أحمر. وأعتقد أيضا أن الموقف العربي هذا أثر على الموقف الأمريكي، وبدأنا نرى بعض التصريحات من بايدن أنه هذا مسألة تهجير الفلسطينيين، مسألة أنه ترحيل الفلسطينيين أمر غير مقبول، أمر غير منطقي، كل هذا فبدأنا حقيقة نشهد هذا الأمر. إضافة مش بس الموقف الأمريكي زي ما حكيت لك، الأردن أيضا اختار منهجية قائمة على أخذ المبادرة بالذهاب إلى عواصم هذه الدول اللي هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي الدول الأكثر فاعلية في الاتحاد الأوروبي بهذا المعنى، ليشرح وجهة النظر. وبتقدير الشخصي هذه العواصم تكون كل الاحترام والتقدير لجلالة الملك، على اعتبار انه من هذا يعني هذه الخبرة، هذه الرؤية بكل طيب هذه دكتور جانب. هاي المعطيات اليوم يعني تسحبنا ايضا للحديث عن البدائل، يعني ما هي البدائل امام الفلسطينيين، يعني اما التزايد اليومي لمعاناتهم وايضا عدد الضحايا وسقوطهم. الان في غياب، انا حكيت لك هذا صراع معقد نعم في ظل غياب أي أفق سياسي، أي عملية سياسية تنتج حقيقة ما اتفق عليه من قبل الشرعية الدولية حل دولتين، ستبقى هذه الأمور، وقد تعتبر هذه الجولة هي واحدة من الجولات الأخرى. ولا سمح الله إذا ما فشلت الجهود الدولية والإقليمية في إنتاج هذه العملية السياسية، قد نرى بعد شهور مواجهة أخرى. يعني الأساس في المشكلة أين؟ الأساس في المشكلة أن هنالك احتلال، احتلال إسرائيلي بهذا المعنى، هنالك شعب فلسطيني لم ينل حقوقه اللي أقرتها الشرعية الدولية حقوقه، فبالتالي وهذا الشعب أثبت حيويته وكل فترة ينتج شكل وطبيعة مختلفة للمقاومة، سواء كان في سياقاتها السلمية أم في سياقات الاستخدام طبيعة حقهم في المقاومة بهذا الجانب. في 87 إلى 90 كانت في هنالك يعني مقاومة شعبية ضمن ما يسمى في الانتفاضة حقيقة حققت الكثير. في التسعينات دخل الفلسطينيين في العملية السلمية وناظر في ضمن سياق العملية السلمية. منذ يعني خلينا أضيف شغلة معينة، منذ ظهور نتنياهو على المسرح السياسي من 96 إلى غاية الآن، للأسف هو ومجموعته لعبوا دور تدميري كبير جدا في إنهاء العملية السياسية وإنهاء العملية السلمية. لا بل على العكس من ذلك، شفنا في فترة ترامب كيف خطة ترامب كانت تقضي، شفنا موقف موقف الحكومة الحالية اللي هي أشد تطرفا بهذا الجانب. فبتقدير الشخصي لابد، يعني أنا بتقدير الشخصي الأمور وصلت من التفجر، وصلت إلى نقطة بأن على العالم المرة هذه أن يستغل هذه الفرصة وأن يخلق عملية سياسية حقيقية تضفي إلى دولة فلسطينية مثل ما اتفق عليها في قرارات الشرعية الدولية في مبادرة العربية للسلام بهذا الجانب بهذا الاتجاه. وإلا بتقدير الشخصي وأعتقد أنه تدريجيا كل هاي المواجهات أصبحت مميتة أكثر من السابق. يعني الآن نتحدث عن هذا الكم الهائل والعدد الهائل من القتلى ومن المدنيين وهذه التدميرات، ونتحدث أيضا عن إخفاقات إسرائيلية، ما بالك إذا بكرة كمان كانت مواجهة في المستقبل، وما بالك إذا تحولت إلى موضوع إقليمي بهذا الجانب. وأضف إلى ذلك هذه الدول الغربية في لها مصالح في المنطقة ومصلحتها ليس فقط مع إسرائيل، إسرائيل بالنسبة لهم مصلحة سواء كانت في سياق الثقافي التاريخي الديني وطفر بهذا الجانب، لكن لا تنسي أن لأمريكا وللغرب أيضا مصالح في المنطقة، وليس من مصلحتهم أن المنطقة هذه تستمر في عدم الاستقرار. فبتقدير الشخصي يمكن أن أحكي بسياق تحليلي ما بعد غزة، أكيد الآن كل الاهتمام منصب على كيفية وقف إطلاق النار وكيفية احتواء هذه الأزمة الإنسانية، لكن في الأسابيع والشهور القادمة يجب أن يكون هنالك استحقاقات
طبيعي على الأطراف اللي مشتبكين في القضية الفلسطينية أن يقدموها بهذا الأمر. قال نحكي لك شغلة معينة، الكل يربط أمريكا بإسرائيل، لكن أيضا من مصلحة إسرائيل الآن هذا الدعم المحدود اللي قدمته أمريكا لإسرائيل بتقدير الشخصي فيما بعد وتر التحولات، ويفترض أن يكون في تحولات في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع نوع من يعني نتمنى هذه القمة الرباعية أن تقرر بالفعل السلام إلى الفلسطينيين وأيضا يعم السلام للجميع. الأستاذ الدكتور حسن المومني عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، شكرا جزيلا لك.